واش الاخوان جينا لكم فيديو جديد في سبيسيال لك شو امرت شو تشين بس اش خلينا بواحد لايك سبسكرايب شكون مطرم وتيبينا بي ونبداو الشرح ديالنا. منصة ديال اليوم هي منصة اورن شوب كيف ما كتشوفوا معنا. قبل ما نبداو هذه ماشي نصح استثمارية تبع معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهم المنصة مزيان وغاد لكم الفكرة ديالي في الاخر ديال الفيديو. دونك الدراري نبداو في الشرح ديالنا. اول ما تدخلوا لي تلقاو ديسكريبسيون عطيكم هنا تدخلوا الايميل ديالكم الباسورد تعاود تكونفيرم الباسورد وفي البلاصه تحط هاد الباسورد ديال ترانزاكسيون تحتاجو في الويدرو دونك خاصكم تعقلوا عليه ضروري. هنايا الكود ديال الانفيتاسيون اللي هو كود ديال الاحاله بعد ما كتسجل. انا ديجا عندي اكونت الدراري. ملي تدخل المنصه على هاد الشكل هذا كيقول لك كيعطوك 5 دولار فور فري كما كتشوفوا كيقول لك مينيموم ديبوزيت هو 2 يو اس دي تي يعني يمكن ديبوزي 2 يو اس دي تي واش دير الخدمه في هذا الموقع هذا هما كيعطوك 5 وانت كيخصك 7 باش تبدا الخدمه. دونك خصنا انفيستيو غير 2 دولار ونبداو الخدمه في الموقع نعطينا واحد البروفيت ولا عيبات. كلشي راه كاين في الموقع الدراري غنشرحو لكم. اول ما تدخل من الصال الواجهه عطاكم هنايا منين تشارجي كما كتشوفوا اللي هي منين دير ديبوزيت وهنايا منين دير ويدراو كما كتشوفوا معنا. صافي دير كلشي راه باين. هنا غتلقاو البروفيت على كل في اي بي دونك هنا عطينا رخيصه في الميل ديال 7 دولار هي اللي غناخذو حنايا كيعطوك 0.52 دونك 4 ايام غتردو فلوسكم يعني ماشي شي مده اللي طويله 4 ايام غتردو فلوسكم. هنا كيقول لك يعني افري داي غتاخذ 0.5 نفس البلان مع هذه في اي بي 31 دولار افري داي غتاخذ 2.4 نفس البلان مع هادو كاملين الدراري غير كل واحد كتختلف على الثمن ديالو دونك كل واحد تيتحمل مسؤوليته اللي بغى انفيستي. هادشي شاد الدراري كلشي راه باين في الفيديو شنو باقي لنا صافي كلشي باين. هنا تلقاو الدراري يعني الباقات اللي يمكن لكم تستعملو كاين امازون كاين اي باي لعيبات نقول لكم بالناس اللي حاليا تي انفيستي في الموقع. هنا غتلقاو لي تاسك اللي اليوميين اللي خاصك ديرهم. هنا غتلقاو بلان ديال التيم دونك لو بغيتي تشري اللي كدير مع صحابك من هاد البلاصة. هنا غتلقاو الفي اي بي اللي بغا يجيب اي بي كل وحدة البرايس ديالها. حنا غنحاولو نشريو غير هادي صافي كلشي راه باين الدراري. نمشيو نديرو ديريكت ديبوزيت في الموقع دونك ندخلو لهادرو شارج تجي دير كوبي لادريس صافي و تدير ساند هنايا تكتب نكتبو جوج يو اس دي تي و نتأكدو من لادريس اللي كنربطنا صافي تدير نيكست جوج يو اس دي تي ساند صافي ساين بحال هكا و نوصلو الفلوس. بعد ما كتصيفط الفلوس تتورك على هاد الدون تورك على هاد اللعيبة مكملاش 4 ثواني تيوصلوك فلوس كيف ما كتشوف اما وصلونا ولات عندنا حاليا 7 دولار دونك كنجيو لهاد البلاصة تورك على هاد اللعيبة هادي. هنا كيعطوك لي تاسك ديالك صافي تورك على هاد اللعيبة وتورك على هادي تاهي صافي داز هو داز التاسك ديالنا عادي نفس البلان مع هادو كاملين. دوك الدراري غنحاولو نكملو 10 كيعطوك تقريبا 10 في النهار كل يعني الا كملتيهم كاملين تاخد 0.5 و تم انفيستي غير 2 دولار يعني 4 ايام غترد فلوسك. انسيو حتى الويدراو واش خدام حتى هو حيت حاجه مهمه اغلب المواقع بحال هذا الشكل ما كيكونش خدام فيهم غير الويدراو دونك هذاك هو المشكل اللي تيكون فيهم. نحاولو نجربو هذا الموقع واش خدام فيه الويدراو صافي شحال بقات لنا من التاسك دابا صافي الدراري كملنا كاع لي تاسك ديالنا دونك ملي غنبغيو نويدراو غنجيو هنا غتلقاو حتى لابليكاسيون ديالهم اللي مهتم بغا يتيليشارجيها يمكن لو تيليشارجيها غنجيو لهاد ويدراو بحال هكا تدير كوبي لادريس ديالك صافي كتكتب المونطون اللي غتويدراو هو 0.52 50 صافي كتكتب الباسورد ديال المونطون لادريس. انا ديجا ملي الاكونت ديالي مع لادريس كيفما كتشوفو صافي دير كلشي راه باين. نحاول نتاكد واش عندنا في المحفظه حاليا عندنا غير دولار يعني الا ويدراونا غتولي عندنا دولار ونص صافي راه تويدراو جا هادي نشوف واش نقصت من الحساب ديالنا صافي راه بلان الدراري نقصات. نشوف شي حاجه مازال ما شرحناهاش ليكم كلشي راه باين الاخوان عندنا هاد الشارجي ديجا قلنا ليكم صافي كلشي باين. نشوفو لي تاسك واش بقى شي تاسك خاصنا ندوزو لا صافي كملنا 10 ديال لي تاسك نشوف واش وصلنا الفلوس المهم الاخوان بعد ما وصلنا الفلوس ديالنا كيف كتشوفوا
يعتبر لكم هنايا زائد 0.53. دونك الموقع من ناحيه الويدرو راه ما كاينش مشكل. فيديو خفيف ظريف، نتمنى ما نكونش طولت عليكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بيس. Ça tu sais déjà qui c'est. J'ai fait une game, double ta forme même vitesse. Sauf le wicked air, j'en ai la divinity. Grosse sac liquide qui va kisser. J'ai qui d'air, double ta forme même vitesse. Sauf le wicked air, j'en ai la divinity. Qui peut pas gagner, nous on investit la puissance en verre.